أزمة الوقود التي تعانيها شوارع صنعاء مختلقة حوثيا، ورقة ضغط يستخدمها الانقلابيون ردا على قرار البنك المركزي رقم 75 الهادف لضبط نشاط التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية الإيرانية، والتي تمثل أحد الموارد الأساسية لتمويل الميليشيات الانقلابية. محطات الوقود في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ازدحمت رغم بيعها الوقود بأسعار مضاعفة. التجارة غير القانونية للنفط الإيراني تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحوثيين وفقاً لخبراء دوليين. تجارة حققت أرباحاً عالية بسبب احتكار الميليشيات تجارة الوقود في المناطق التي تسيطر عليها وحصولها على الدعم المادي الإيراني على شكل شحنات من الوقود، وافتعالها أزمات ناتجة عن اختفاء الوقود ورفع سعر المشتقات النفطية في السوق السوداء. وتعزيزاً للأزمة والاحتكار، أوقف الحوثيون تفريغ ناقلات نفط في الحديدة تحمل أكثر من 30,000 طن، كما كشفت اللجنة الاقتصادية الحكومية عن وجود سفن محملة بأكثر من 80,000 طن من مشتقات الوقود قبالة ميناء الحديدة، تتبع تجاراً غير مرخص لهم تسعى الميليشيات لإدخالها والمضاربة بها في السوق السوداء لمصلحتها، في حين تؤكد الحكومة التزامها بتوفير احتياجات السوق من الوقود بعيداً عن مضاربات الميليشيات وبالأسعار المحددة رسمياً. رامي عيسى، العربية.